من جديد برحب بحضرتكم. في أول إقرار غير مباشر له بالهزيمة في الانتخابات الرئاسية، أعطى الرئيس الأمريكي المنتهي ولاية دونالد ترامب الضوء الأخضر لبدء إجراءات عملية نقل السلطة إلى رئيس المنتخب جو بايدن، لكنه توعد في الوقت ذاته بمواصلة المعركة لتبدأ بذلك مرحلة جديدة للولايات المتحدة الأمريكية. يتمنى الجميع أن تصبح أو تصبح أكثر توازن حيال القضايا المختلفة وما يهمنا القضايا الخارجية، هو الأمر الذي ستدور حول هذه المواجهة مشاهدينا الكرام الأخيرة لليلة من خلال ضيفي الكريم في الاستوديو الأستاذ عمرو عبد العاطي المتخصص في الشأن الأمريكي. أهلا بحضرتك أستاذ عمرو. أهلا بحضرتك. خلوني أرحب بضيفي كمان عبر سكايب من نيويورك أستاذ مهدي عفيفي الباحث والمحلل السياسي. أهلا بحضرتك أستاذ مهدي. أهلا يا لمى. خليني أبدأ هذه النقطة أستاذ مهدي مع حضرتك. بدء إجراءات عملية نقل السلطة بالفعل بدأت إلى الرئيس طبعا جو بايدن، هل ده اعتراف ضمني من ترامب بهزيمته رغم أنه في كل حديث ومازال مستمر في نبرة وبتوجيه الاتهام بتزوير الانتخابات؟ بالطبع يعني دونالد ترامب لم يرى بد من أن يستسلم الضغوط سواء من الداخل الأمريكي من الحزب الجمهوري نفسه بما فيه أقوى أصدقائه يعني وحاكم ولاية نيوجيرسي كريس كريستي كان من أحد مستشاريه، قال أنه خلاص وجب يعني جاء الوقت أن يسلم ترامب بالنتيجة. 36 قضية تم رفعها لم تقبل قضية واحدة، وفي كثير منها كان أمام قضاة فدراليين جمهوريين، فلذلك لم يرى بد ترامب من الاستسلام نتيجة الضغوط، وأيضا يحاول استقطاب من هم ما أسميهم الترامبيين الذين يعني سيدعموه إما لنظرة مستقبلية بعد كده إذا حب أن يترشح مرة أخرى في 2024، أو إذا حب أن يكون له دور عندما يخرج من البيت الأبيض. لكن هذه هي شخصية ترامب. الواقع أن احنا لدينا في الولايات المتحدة الأمريكية كل المؤسسات تتعامل مع ترامب كأنه الرئيس السابق، يلتزم الجمهوريين مع ترامب بعض الشيء لأنه صوت مؤثر في العملية السياسية لا يمكن إنكارها، حصل على أكثر من 73 مليون صوت، ليس هو ولكن حزب الجمهوري تصحيحا للمعلومات اللي الناس يعني اللي بينتخب عادة بيبقى انتمائه أكثر للحزب مش لشخص معين، هناك نسبة معينة كان لهم انتماء بشخصية ترامب، لكن مثله مثل غيره سيزول ترامب وسيأتي بعده يعني شخصية أخرى تأخذ مجراها في السياسة الأمريكية. أتحول بسؤالي لضيفي الكريم في الاستوديو أستاذ عمرو. أستاذ عمرو، الحقيقة كان دونالد ترامب يرفع شعار أمريكا أولا، ولكن جاء جو بايدن ورفع شعار أمريكا عادت من جديد، وفي بعض الأحيان زعامة أمريكا وإعادة الزعامة الأمريكية. ما الذي سيتغير إذن في إطار هذه الشعارات؟ وأيضا هل ترامب ترك إرث ثقيل كما يشار إليه في الكثير من التقارير؟ نعم، يعني لو احنا بنبص للسياسة الخارجية للرئيس دونالد ترامب، وجدنا ان الرئيس دونالد ترامب خرج على تقاليد الولايات المتحدة الأمريكية. الولايات المتحدة الأمريكية بعد الحرب العالمية الثانية هي كانت هي المسؤولة عن النظام الدولي، بدأت تأسس عدد من المنظمات الدولية اللي هي كانت منها الأمم المتحدة، منها البنك الدولي، منها صندوق النقد الدولي، اللي كانت جزء جدا من الأساس اللي الولايات المتحدة الأمريكية بتقدر تدور النظام الدولي عليه. بدأت أمريكا تكون منفردة بالنظام الدولي، وكان جزء من انفراد أمريكا بالنظام الدولي وفعاليات هي الإقامة ما بين التحالفات والشراكات، كانت أساس هو جزء من التعاون الولايات المتحدة الأمريكية، وده كان باين في دورها في حلف النيتو. وجدنا الرئيس يخرج على هذا السياق، يتراجع على دور الولايات المتحدة الأمريكية في قيادة هذا النظام الدولي، يتراجع من المنظمات الدولية، يتراجع يخرج من الأمم من منظمة الصحة العالمية في وقت العالم كان فيه محتاج إلى قيادة الولايات المتحدة الأمريكية لهذه المنظمة، وجد يهدد الحلفاء الولايات المتحدة الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط وفي آسيا بأنهم يدفعوا مقابل التكلفة. أول مرة نسمع أن رئيس أمريكي يدفع أو يطلب من يقدم لهم خدمة بهذه التكلفة. جزء جدا كانت من دور الولايات المتحدة الأمريكية هي حماية الشركاء وقيادة الشركاء. وجدنا أن هو الرئيس بايدن بالفعل سوف يكون هناك اختلاف جذري ما بين السياسة الخارجية لبايدن والسياسة الخارجية لترامب لسببين. السبب الأولاني هو بايدن هو ابن المؤسسة السياسة الخارجية، رجل لديه خبرة في العمل السياسي داخل الكونغرس الأمريكي، تقرب حوالي 37 سنة في لجنة في الكونغرس الأمريكي ولجنة العلاقات الخارجية، وكان رئيس لجنة العلاقات الخارجية وتسع سنة أو 8 سنوات في البيت الأبيض. هذه يعطي للرئيس المنتخب جو بايدن قدرة على فهم السياسة
السياسة الخارجية، قدرة على التعامل مع قضايا السياسة الخارجية، مما يؤشر أنها سوف هناك تحول. وهذا ما تحدث عليه بايدن وعدد من الفريق السياسة الخارجية، يعني اللي احنا ممكن نقدر نتحدث عنه في هيجي النقطة الفريق هو بدأ يتحدث على أنه سوف يكون هناك عودة للسياسة الخارجية، سوف يتم يعني محو 4 سنوات من سياسة خارجية لدونالد ترامب، التي أحدثت تراجع في قوة الولايات المتحدة الأمريكية، التي أحدثت تراجع في إيمان الدول بالديمقراطية الأمريكية، ما نشهده من حديث حوالين أن هذه الانتخابات غير ديمقراطية أو انتخابات مزورة، أنه لن يكون هناك انتقال سالم للسلطة، هذا ضرب الديمقراطية الأمريكية في مقتل. أحدث يعني عدم رغبة لكثير من الدول هو فقد الثقة في الولايات المتحدة. كمان بيقال أستاذ عمرو دائما أنه ترامب في الكثير من القرارات المتعلقة بالداخل الأمريكي أو حتى الخارج الأمريكي كان منفرد بشكل أو بآخر، أو ده يمكن اللي بيوصل للكثير من المتابعين. خليني أتحول بنقطة التي حضرتك ذكرتها بالسياسة الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية. أستاذ مهدي، الحقيقة بدأ رسم أو تشكيل من هم قائمون على السياسة الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية، هبدأ مع حضرتك بوزير الخارجية الأمريكي القادم أنتوني بلينكن، عمل مع جو بايدن لمدة 20 عام، حمله البعض مسؤولية تصويت بايدن لغزو العراق. حدثني أكثر عن أنتوني بلينكن كوزير للخارجية أستاذ مهدي، وكيف هو هذا الاختيار فيما يتعلق أيضا بقضايانا؟ في الحقيقة أنا أعتقد اختيار أنتوني بلينكن في هذه المرحلة كان مهم جدا. المهم أن احنا ناخد في الاعتبار أن اختيارات بايدن كانت لابد أن تعتمد على من لديهم الخبرة وليس فقط أي ممن المرشحين. يعني أنا سمعت في بعض الأحيان يقال وبعض المحللين يقولون أن بايدن اختار من هم قد عملوا في إدارة أوباما، وهذا الكلام ده خاطئ، لأنهم هؤلاء ليسوا من الصف الثاني. الرئيس الأمريكي لا يختار الصف الثالث والرابع، الصف الثالث والرابع يترقى في، يعني اللي بيعمل في الخارجية بعد 20 سنة حيكون في هذا الصف، فهذا تصوير خاطئ على الإطلاق. بايدن اختار ناس من لهم هذه الخبرة لسببين أساسيين. أولا، لمحاولة إدارة دونالد ترامب عرقلة الانتقال السلمي الطبيعي وتبادل الخبرات، فكان لابد على بايدن أن يختار ناس لديهم الخبرة بدون الحاجة لنقل الخبرة من الإدارة السابقة. المسألة الثانية، كان لابد أن يعتمد على من هم لهم علاقة بتفاصيل معينة في قضايا معينة، وتستطيع أن تتعامل مع المؤسسة وتستطيع أن تتعامل مع هذه القضية. فيأتي أنتوني بلينكن ولديه كل هذه القدرات وهذه الخبرات، عمل في أروقة الكونغرس، ولابد أن نعلم أن ما رأيناه في فترة ترامب ليس هو الطبيعي. الطبيعي أن نحن نعمل في الولايات المتحدة الأمريكية من خلال الكونغرس لموافقة على قضايا معينة. هذا الاستقطاب الذي كان موجود من قبل لا، ليس ما اعتدنا عليه في الولايات المتحدة الأمريكية. المرة الأخرى، حتى بايدن نفسه كان من معروفين في وقت كان في مجلس الشيوخ أنه يعني يقرب وجهات النظر بين الديمقراطيين والجمهوريين. فلذلك كان الاختيار أن يكون ممن له خبرة في التعامل مع أعضاء الكونغرس، ممن لهم خبرة في وزارة الخارجية على فترة طويلة، ممن لديهم اطلاع على المسائل الدولية، وممن هم في المطبخ أصلا. يعني لا يمكن الاتيان بأحد من خارج المطبخ كما حدث في فترة ترامب. يعني ولذلك بس فكرة عدم الاتيان بأحد من خارج المطبخ يا أستاذ مهدي، وهذا الانسجام الاستراتيجي لو نقدر نسميه كذلك، البعض انتقدوا في إطار أنه لن يكون هناك عدم توافق في الأراء أو عدم خروج أراء جديدة، هيكون في اتفاق دائما على أي استراتيجية توضع، وهذا الأمر له إيجابياته وله سلبياته أيضا في إدارة دولة كالولايات المتحدة الأمريكية وتأثيرها على الأوساط الخارجية. لا، هذا الكلام مش صحيح، لأن الطبيعي أن يكون هناك يعني مشتركين في القرار. ليس معنى أن اختيار وزير الخارجية من المنظومة السياسية أنه سيقوم برأيه. هذه الفترة التي رأيناها في ترامب لم نعتد عليها في الولايات المتحدة الأمريكية. هناك مؤسسات استخباراتية، هناك آراء داخل، هناك مستشارين، هناك حتى في فترة أوباما كان هناك مستشارين حتى من الجامعات.
ما يحدث في الواقع أنه لا يفرض رجل أيا كان رأيه على السياسة الخارجية. ما يتم هو بحث هذا مع المتخصصين. أنا شخصيا حضرت لقاءات مع سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بعد الثورة المصرية. كان لهم اختيار في دعوة الفاعلين المصريين من أحزاب مختلفة إلى حضور لقاء بهذا الشأن، لم تأخذ الآراء لوحدها. فلذلك أعتقد أن المسألة ستكون أوسع وأشم، وعودة للديمقراطية الأمريكية. الحديث من هنا أستاذ مهدي، عودة للديمقراطية الأمريكية أستاذ عمرو. في اختيارات تم وضعها في الحقائب المتعلقة بالشأن الخارجي، زي ما قلنا أنتوني بلينكن منصب وزير الخارجية، ليندا توماس جرينفيلد هي سفيرة الولايات المتحدة باليونايتد نيشنز أو الأمم المتحدة، وجيك سوليفان هو كان مساعد هيلاري كلينتون وله دور في الاتفاق النووي الإيراني، هو أخذ منصب مستشار الأمن القومي لبايدن. في إطار هذه الحقائب وهذه الأسماء، هل يمكن أن نتوقع أولويات هذه الإدارة فيما يتعلق بمنطقتنا أو بشرق الأوسط؟ طيب، لابد من الإشارة إلى جزء أساسي جدا، هو ليه بايدن اختار هذه الأسماء. بايدن هو في كلنا منتوقع أن هو هيحصل في الكونجرس دلوقتي، الكونجرس من أسنفيل في مقعدين لم يتم حسمهم، المقعدين اللي سوف يتم حسمهم هو من سيحددون من لهم الأغلبية في مجلس الشيوخ. هذه الأسماء يتم الموافقة عليها في مجلس الشيوخ. كثير من التوقعات بتقول ان هو المقعدين بتاع جورجيا اللي هيتم تحديد من الاغلبيه في مجلس الشيوخ هيروح للجمهوريين، الجمهوريين سوف يكون لهم الاغلبيه. في حاله رغبه بايدن ان يتم تسميه هذه المرشحين بصوره عاجله للتعامل مع الازمات، فاختار اشخاص لديهم سجل خبره في العمل السياسي، يتم الموافقه عليهم، يعني يتم الموافقه عليهم، يتم تسميتهم بمجلس الشيوخ لاداره الحكم، لاداره مسؤوليه الحقائب الوزاريه بصوره رسميه. هو اختار شخصيات لديها خبرة في العمل السياسي، شخصيات لم يكن لديها تاريخ أو تصريحات يعني تثير جدل من أعضاء مجلس الشيوخ، يعني كان كل الناس بتتوقع أن هو سوزان رايس سوف تكون هي وزيرة الخارجية. لم يختارها نظرا للأزمة التي حدثت في 2012 باغتيال السفير الأمريكي في بغداد. هذا ما يؤشر أن الإدارة سوف تسعى بصورة مستمرة لمعالجة عدد من القضايا الخارجية. عند النظر إلى هذه الأسماء، عند التحدث عن منطقة الشرق الأوسط، نجد أنه الملف سوف يكون الملف الأساسي هو الملف البرنامج النووي الإيراني، باعتبار أن جزء من هذه الأسماء كانت تشارك في هذا البرنامج النووي الإيراني أو الاتفاق البرنامج الاتفاق النووي الإيراني. كان منهم جاك سوليفان، إن هو كان هو المسؤول عن في برنامج اتفاق أحد المفاوضين إدارة بايدن إدارة ترامب مع البرنامج النووي الإيراني. هذا ما يؤشر أنه سوف يكون هناك عودة إلى الاتفاق النووي الإيراني، وعودة لاتفاقيات ومنظمات كان ترامب خرج منها زي اتفاق المناخ مثلا. زي اتفاق المناخ، يعني أنا هنا بتكلم عن منطقة الشرق الأوسط بالصورة الأساسية، وهنتقل على القضايا الثانية. كان جزء جدا هو في عوده للسياسه الخارجيه الامريكيه التقليديه في منطقه الشرق الاوسط، هي العوده الى البرنامج الاتفاق النووي الايراني، عوده الولايات المتحده الامريكيه الى الاتفاقيات النوويه، منها اتفاقيه مناخ. هو تم تعيين جون كيري هو المبعوث، هو اول مره نلاقي فيه مبعوث امريكي خاص لقضيه المناخ، وكان جون كيري هو من وقع باسم الولايات المتحده الامريكيه على اتفاقيه باريس، ما يؤشر على انه هناك سوف يكون عوده الى المؤسسات الدوليه، عوده الى الاتفاقيات الدوليه التي خرجت منها الاداره الامريكيه. هنا الحديث، هل تكون قضية الشرق الأوسط هي الأولوية الأولى لإدارة بايدن؟ لا أعتقد أنها سوف تكون هي الأولوية الأولى خلال المائة يوم. خلال المائة اليوم سوف يكون هناك عودة إلى عودة التحالفات الأمريكية، إعادة التحالفات مع الدول الأوروبية، التعاون مع الدول الأوروبية لمواجهة الصين. هناك استراتيجية لمواجهة الصين، كان الرئيس دونالد ترامب يواجه الصين مواجهة انفرادية بالعقوبات، وخرج ولم يتم التعاون مع الحلفاء الأوروبيين. أعتقد أنه سوف يكون هناك عودة إلى الحلفاء الأوروبيين لمواجهة الصين ولمواجهة روسيا ولتقوية التحالفات الدولية. منطقة الشرق الأوسط بقضاياها بأزمتها سوف تأتي في مرحلة تالية للولايات المتحدة الأمريكية لإدارة بايدن، نظرا لأن هذه الإدارة جاءت في أزمة خارجية، في أزمة داخلية، أزمة فيروس كورونا، أزمة التفرقة، أزمة العنصرية، العدالة الاجتماعية، أزمة الانقسام داخل الولايات المتحدة الأمريكية. أول مرة نلاقي في انقسام في الولايات المتحدة الأمريكية بهذا الحد. الرئيس دونالد ترامب حصل على 73 مليون صوت، الرئيس بايدن الرئيس المنتخب حصل على 80 صوت، ما يؤشر أن هناك انقسام حاد داخل الولايات المتحدة الأمريكية. رغبة أو سعي بايدن بصورة أساسية هو
تكسير هذه الفجوه او هذا الانقسام داخل الولايات المتحده الامريكيه. سوف يكون هناك اهتمام بالداخل باعتباره انه الاولويه التي على اساسها صوت الناخب الامريكي. خليني اسال حضرتك استاذ عمرو، بعتذر على المقاطعه، الديمقراطيين لما بيحكموا بيكون لهم حلفاء من مجموعات بعينها تحديدا، لو بنتكلم على منطقه الشرق الاوسط، نتكلم عن الاكراد على سبيل المثال، المجموعات الاسلاميه اللي كانوا يروا ساعتها ان هي الاكثر سلميه، يعني جماعه الاخوان المسلمين، مع تغير وجودهم طبعا السياسي في المنطقه له مجموعات حلفاء كده في 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 هذه المنطقه. هل سيتغير او سيتغير هذه العلاقه او تتغير هذه العلاقه بين الاداره الامريكيه وحلفائهم المختلفين؟ يعني لو احنا بنتكلم على حلفاء الولايات المتحده الامريكيه، هي حلفاء دول. يعني عندما نتحدث على العلاقات ما بين الولايات المتحده الامريكيه وما بين مصر، هي كانت علاقات قائمه على ما بين الدوله المصريه والدوله الامريكيه او المؤسسات الامريكيه. عند الحديث على الاكراد، هو الاكراد عباره عن حليف داخل الولايات، حليف بالنسبه للولايات المتحده الامريكيه لمواجهه الارهاب. نجد ان الاداره الجمهوريه، اداره بايدن، إدارة دونالد ترامب، استخدمت الأكراد في سوريا لمواجهة تنظيم لا بس ادت ضوء أخضر من الجانب الآخر لتركيا تضرب في شمال سوريا، لأن هنا اختلاف في وجهات النظر، هناك التقارب. هناك حديث عند الحديث على إدارة ترامب، كان هناك حديث على علاقات شخصية خروجا برا المؤسسات الأمريكية. هناك علاقة شخصية ما بين الرئيس دونالد ترامب وما بين الرئيس التركي، هذا ما سمح بهذه القضية. هناك عند الحديث على سوريا، هناك رفض للخروج الولايات المتحده الامريكيه من سوريا، هناك انتقادات وجهات ان يتم الخروج ولكن بوجود عدد من القوات. هو الاستمرار للحلفاء، يعني الحديث على بايدن سوف يتم الاعتماد على الحلفاء، سواء كان حلفاء مجموعات داخل الدول نفسها او الدول او المؤسسات الدوليه. عند الحديث على جماعه الاخوان المسلمين، هناك هاكس كبير جدا على الشعب المصري وعلى الشعوب كثير جدا، ان هو سوف يكون هناك عوده الى التعاون مع جماعه الاخوان المسلمين. لن يكون هناك عوده الى جماعه الاخوان المسلمين، لانه عندما تم الحديث ما بين الولايات المتحده وجماعه الاخوان المسلمين، كانت هي الجماعه الموجوده على ارض الواقع في وقتها. هناك الجماعه اختفت، بقى هناك تيار داخل السياسي كله في المنطقه، بس هناك تيار داخل الولايات المتحده الامريكيه يرفض جماعه الاخوان المسلمين. هناك لن يكون هناك مسؤول امريكي يربط نفسه بجماعه الاخوان المسلمين عند بعد رفضهم. هتوقف هنا مع حضرتك استاذ عمرو، لو تسمح لي اروح بالحديث لضيفي عبر سكايب استاذ مهدي. استاذ مهدي، هرجع مع حضرتك برضو لملفات الشرق الاوسط. هل احنا بنتكلم او نستطيع ان نقول ان السياسه الامريكيه في الشرق الاوسط على ابواب مرحله جديده، بعد لو نقدر نسمي حقبه من الاندفاعيه في التعامل مع ملفاتنا، هل هي مرحله جديده ام نتحدث عن مرحله اكثر تراخي في التعامل مع ملفات الشرق الاوسط لما يحدث في الداخل الامريكي من تحديات ممكن تكون الابرز والاجدد والاكبر من نوعها من فتره طويله؟ اولا خليني يعني ادي نوع من ما قاله ضيفك الكريم في الاستوديو. في الحقيقه انا لمده سنوات كنت اقوله، وكان اول مره اسمع على التلفزيون المصري حد يعني عنده فكره شويه مما يحدث في الولايات المتحده الامريكيه. هناك بس خطا مهم لابد تصحيحه، ليس معنى ان 73 مليون صوتوا لترامب او 80 صوتوا لبايدن ان هو ده معنى الانشقاق. في كل الانتخابات الامريكيه بلا استثناء، يعني في ايام هيلاري كلينتون كان الفرق 3 ملايين، فعاده بيبقى هناك تقارب في الانتخابات، لكن هناك شقاق في الداخل الامريكي فعلا. وانا احيي ضيفك انه يعني فعلا اعتقد انه يتابع فيديوهاتي عشان كده بيتكلم بهذا الاسلوب. فعلا لن يكون هناك قائمه للاخوان المسلمين، ودعني اتكلم كشاهد عيان وقد قلت الكلام ده. أنا حضرت لقاء مع آن باترسون بعد ما تسمى بالثورة المصرية أو ما يسمى بأي شيء، لأن أنا لا أحب هذه المسميات. وحضرت شخصيا مع آن باترسون، وكان السفيرة الأمريكية لدينا، السفيرة الأمريكية، وقبل بصفتي عضو في الحزب الديمقراطي وناشط في الحملات الانتخابية، وكانت الكلمات كيف يتم مساعدة مصر على عكس ما يتخيل البعض. ضيفك الكريم قال نقطة كل من يتكلموا قبل كده ما كانش عندهم فكرة عنها، ألا وهي لا يمكن لجماعة زي الإخوان المسلمين أن تفرض نفسها على الولايات المتحدة الأمريكية. ودعني أقول لك وبعض الأسماء التي قد تعرفيها شخصيا، السفير المصري القنصل العام في نيويورك السفير زادة، أكيد تعرفيه زادة، كان اضطر جماعة الإخوان المسلمين سيطرت على مقاليد الحكم وللأسف تم عزله. في خلال هذا الوقت كنا نحن نعمل مع من
مع القوة الفاعلة فعلا المصرية في الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا الكلام للتاريخ، مع المكتب العسكري في واشنطن. زرنا المكتب العسكري وكان هناك تنسيق مع السياسيين الأمريكيين، مع أعضاء الكونغرس، حضرت بنفسي، وكان وقتها المسؤول عن المكتب العسكري أعتقد فريق اسمه محمد عبد العزيز، حتى يشهد التاريخ على هذا. على العلاقات المصرية الأمريكية بقول اطمنوا، مفيش ولا جماعة الإخوان المسلمين ولا أي جماعة، هم ظنوا أنهم يستطيعوا. وضيف الكريم قال كلمة حقيقية، الولايات المتحدة الأمريكية تتعامل مع من هو على الأرض، لكن الحقائق لا تتغير. طب سيد مهدي، أنا وقتي قرب على الانتهاء، وعايز أخذ من حضرتك كلمة أو إجابة سريعة بعد إذنك عن التهور في استخدام القوة العسكرية الأمريكية تحديدا مع الفريق الحالي، لأنه يعني حسب تصريحات جو بايدن في كل تصريحاته وفي كل كلماته يذكر بإيمانه بتفوق أمريكا، هل يمكن ذلك أن يقود هذا الفريق إلى الاستخدام العسكري بشكل مفرط؟ لا، عند الديمقراطيين لا يمكن استخدام الشكل العسكري إلا للدفاع، وأصلا المواطن الأمريكي في الداخل الأمريكي ليس لديه أي استعداد لدخول حروب، بل على العكس يتم تقليص أعداد القوات الأمريكية في أماكن كثيرة منها الشرق الأوسط ومنها للتركيز على منطقة جنوب شرق آسيا. أستاذ عمر، كلمة أخيرة، انتهى وقتي، وحضرتك كنت حابب ترد في نقطة. يعني أنا أول أشكر الأستاذ مهدي على الشكر، إن هو في ناس هنا في مصر مهتمة بالولايات المتحدة الأمريكية، أيوه إحنا مهتمين بأمريكا وبنتابع كل اللي بيحصل في أمريكا. عند الحديث على الولايات المتحدة الأمريكية، هل تشن حرب ولا لأ؟ على الرغم من إن أنتوني بلينكين كان من الداعمين إلى دخول الحروب الولايات المتحدة الأمريكية، من الداعمين بالزج بالولايات المتحدة الأمريكية في الحروب، على الرغم من هو كان بايدن رافض لعملية التعامل العسكري في ليبيا، كان بلينكين من المؤيدين لهذا التعامل العسكري. هناك تحول في تهديدات الولايات المتحدة الأمريكية. بدأت الولايات المتحدة الأمريكية تعمل عملية سحب قواتها الموجودة في منطقة الشرق الأوسط مع موجود عدد قليل من هذه القوات لتقديم المساعدات للحلفاء. هناك حديث حوالي نقل مهمة الأمن من الولايات المتحدة الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط إلى الحلفاء. تكتفي الولايات المتحدة بتقديم هذا الدعم الاستخباراتي والمعلوماتي وتقديم الدعم التدريب. هناك تحول أن التهديد بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية يأتي من روسيا ولا الصين. هناك تحول لنقل القوات الأمريكية إلى مواجهة هذه القوى التعديلية في النظام الدولي، لأن روسيا والصين تسعى إلى إحداث تعديل في النظام الدولي الذي أسسته الولايات المتحدة الأمريكية، سواء تعديل في مركزية هذه القوة وفي القيم التي أسس عليها هذا النظام. هذا النظام الدولي أسس على قيم أمريكية قائمة على الديمقراطية وعلى الحريات. الصين وروسيا لديها قوة أو لديها أيديولوجية سياسية مختلفة تسعى إلى فرضها. هناك تحول لأهمية هذه المنطقة. وقت انتهى يا أستاذ عمرو، ولكن أنا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا، شكرا على وجودك معي ضيفي الكريم في الاستوديو، أستاذ عمرو عبد العاطي المتخصص في الشأن الأمريكي. شكري طبعا موصول لضيفي الكريم عبر سكايب من نيويورك، أستاذ مهدي عفيفي الباحث والمحلل السياسي، شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات. مشاهدينا الكرام، أنا بشكر حضراتكم، شكرا جزيلا على حسن المتابعة، إلى اللقاء.